طب انا عايز اعرف الموضوع الشغل اللي بيوصلوا له ده بيبقى في القاهره بس ولا في المحافظات برضو اللي حوالينا كمان؟ ده لا محافظات محافظات حلو قوي، يعني كامل تراب الجمهوريه تقريبا. حلو قوي. انا سمعت يعني او عرفنا ان كان في 30 شركه عندهم استعداد ان هم يوظفوا من ذوي القدرات الخاصه. هل الشركات اللي معاكم هم 30 ولا اكتر ولا اقل؟ لا اكتر، النهارده عندنا تقريبا نقارب على 200 شركة. 200 شركة؟ في حوالي 16,000 من ذوي الهمم على المنصة، وفي تقريبا ما يقرب من 100 مركز تدريب على المنصة. فدي أرقام الحقيقة كويسة جدا، حتى يعني احنا بالنسبة لنا طبعا. في أول إطلاق المنصة، لأن زي ما بقول لك الأرقام في الحتة دي أصغر. يعني طبعا بتلاقي إن المؤسسة مثلا ممكن تعين 200 تعين 100 في السنة. مفيش بقى عيننا 20,000، فاحنا عايزين نوصل لده. ده الهدف ان شاء الله. الله. طبعا ده المفروض ان الناس اللي بيتابعونا دلوقتي يعرفوا ان في موقع اسمه ماجدة، لما هيدخلوا عليه اي حد من القدرات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه يقدروا ان هم يخشوا ويسجلوا عليه ويوصلوا لهم ويشوفوا هم حابين يشتغلوا في ايه او يقدروا يشتغلوا في ايه، طبعا مع التواصل مع الجهه المؤسسه للموقع والكلام ده كله، فتقدروا ان انتوا توصلوا ان انتوا تبقوا بتشتغلوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه كله وتبقوا معتمدين على نفسكم كمان. حلو قوي طبعا. ده حقيقي.